باكنغهام بالاس هو المقر الرئيسي لملكة بريطانيا ومقر إداري كذلك ومعرض فني وموقع جذب سياحي. القصر بيقع في مدينة وستمنستر أو منطقة وستمنستر في وسط لندن، وغالبا ما يكون فيه المناسبات الرسمية للدولة والضيافة الملكية. القصر نقطة محورية للشعب البريطاني في حالة الفرح والحداد. المكان اللي فيه القصر ده كان اسمه باكنغهام هاوس، هو كان عبارة عن منزل ريفي كبير تم بناؤه لدوق باكنغهام سنة 1703، والموقع كان في ملكية خاصة لمدة 150 سنة على الأقل. في ملك إنجليزي اسمه جورج الثالث في سنة 1761 يتحصل على البيت كمقر إقامة خاصة للملكة شارلوت، وبقى معروف باسم بيت الملكة. طبعا هو بقى مقر للعائلة الحاكمة بعد ما جات الملكة فيكتوريا في عام 1837. القصر كان فيه يعني بعض الإصلاحات والإجراءات الرئيسية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بما في ذلك الجهة الشرقية أو الواجهة اللي بتطل منها الملكة دائما لتحية الحشود المجتمعة حوالين القصر. سنة 1901 بدأ الملك ادوارد ومعاه الملكة ساندرا في إعادة تزيين القصر. القصر ما حصل له أي شيء في الحرب العالمية الأولى بين 1914 إلى 1918، بس في قنبلة ألمانية دمرت الكنيسة بتاعت القصر أثناء الحرب العالمية الثانية، وفي نفس الموقع عملوا معرض الملكة وافتتح للجمهور في عام 1962 عشان يعرضوا فيه الأعمال الفنية من المجموعات الملكية عامة. في 2007 طلعوا قانون إنه التعدي على أراضي القصر هنا تعتبر جريمة جنائية خاصة. في 2017 شهر 3 الناس اللي زاروا القصر كانوا 580 ألف شخص، واللي زاروا المعرض 154 ألف شخص. واجهة القصر 108 أمتار بعمق 120 متر وارتفاعه 80 قدم أو 24 متر، ومساحة القصر عامة 830 ألف قدم مربع، يعني 77 ألف متر مربع. القصر فيه 775 غرفة بما فيه 188 غرفة للموظفين و92 مكتب و78 حمام و52 غرفة نوم رئيسية و19 غرفة حكومية، وفيه برضه بريد وسينما وحمام سباحة وجراحة أطباء وورشة مجوهرات. وحديقة القصر تعتبر أكبر حديقة خاصة في لندن. لما تزور القصر اوعى تفوت واحدة من أكثر الأحداث المجانية شهرة في لندن. صراحة هو عرض مسهل لما الحرس الجديد ولوا القيادة من الحرس القديم. الحرس ما بيتغير كل يوم، يعني مرات كله بعد يومين بيغيروهم، فلازم تعمل تشيك أونلاين عشان تعرف. الحرس ما بغيره في الأيام اللي بتكون فيها مناسبات كبيرة في وسط لندن هنا. تغيير الحرس بدأ في زمن ملك إنجلترا هنري السابع اللي حكم إنجلترا بين 1485 إلى 1509. الحرس القديم بيشكل قدام قصر باكنغهام الساعة 10:30 صباحا، وبينضم له حرس قديم من قصر سانت جيمس حوالي 10:45 دقيقة صباحا. بعد ذاك بيصل الحرس الجديد من ثكنات ويلنجتون، بيتولى مسؤوليات الحرس القديم في حفل بيكون دائما مصحوب بالموسيقى والعروض. الحراس دايما بيرتدوا سترات حمراء تقليدية والقبعات من جلد الدب، بس اليوم لابسين سترات رمادية. الحراس ديل بيسموهن حرس الملكة لأنهم في قصر باكنغهام، وعادة بيتكونوا من جنود في الخدمة الفعلية ومن حراس القدم وتابعين لقسم الأسرة. إن شاء الله الجولة تكون عجبتكم يا شباب، معاكم سلامة.